مجلس النواب العراقي في الانتظار، في انتظار جهوزية عادل عبد المهدي لتقديم تشكيلته الوزارية. رفعت جلسة البرلمان إلى إشعار آخر قد يتحدد موعدها إن كان بين يدي المكلف تشكيل الحكومة ما يقدمه لنيل الثقة. نأمل من جميع الكتل السياسية المساهمة ودعم السيد عادل عبد المهدي بمهمته، وأعتقد أن هنالك نية حقيقية في تشكيل الحكومة وإعلانها. هم عبد المهدي الآن تقديم تشكيلة الحكومة أو جزء منها، يقول مقربون منه. بتقديمه تشكيلة حكومته ينجح عبد المهدي بأول اختبار، اختبار عدم خرق السقف الدستوري. الرجل أيضا بحاجة لفتح خطوط تواصله مع أربيل لإقناع الديمقراطي الكردستاني للتواجد في حكومته، أو على الأقل بالتنسيق بين الدعم الممنوح له والتخويل الذي يتحرك على أساسه ورؤية ممثلي القوى الكردية. الشارع العراقي شأن آخر، صحيح أنه يتابع، لكن الخدمات والعمل أولوياته. هو هنا لا يريد أكثر من بقاء فاعلية هذا المخبز، ينتظر وينظر لما يراه بطئا في الإعلان عن الحكومة، ولا ضير طالما تعلم الصبر. أتمنى أن هذه الحكومة توفر ما وفرته قبلها، توفير سكن، أمان أكثر. من مهام عبد المهدي منهاج حكومي ورؤيته هو لإدارة المرحلة المقبلة، مهمة تكمل دور أعضاء حكومته، ومنهاج تتضح من خلاله للأفرقاء خطوات رئيس الحكومة وأولوياته وسقف الإنجاز لأي ملف. خلال الجلسات النيابية المقبلة في الأيام القليلة المقبلة، قد يقدم عادل عبد المهدي تشكيلته الوزارية أو جزءا منها، وفي الأمر اختبار لحقيقة منحه الحرية في اختيار أعضاء حكومته. لكن ما بعد ذلك فسيخضع الجميع، عبد المهدي ومن يدعمه، لرصد ومراقبة واختبار الشارع. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.